لتفاصيل صغيره ولكن الطعم طعم تاني. ممكن ان احنا بتفاصيل وبفكره بسيطه نقدم الاكل ده بشكل جديد. كلنا عارفين السجق ده محدود الاقامه ما بين سندوتش سجق، طاجن سجق، سجق مثلا ناكله كده مع سندوتشات، ولكن ان احنا نعمله بفكر جديد. الكلام ده نشوفه مع بعض دلوقتي. فطيره السجق بالخضار، مقاديرها على الشاشه. سجق بلدي حسب عدد افراد الاسره، كيلو 2 كيلو، انا معايا تقريبا كيلو، معانا فلفله ملونه، معانا بصل وتوم، معانا بقدونس، معانا زيتون اخضر، فلفله حلوه، زبده، بين البيض بطين، والعجينه بتاعتنا دقيق وخميره فوريه زي الفل. ومكونات العجينه حسب الرغبه، دي عجينه فطاير بتعملها بالدقيق وتعملها بالخميره وتحط لها حليب او ميه حسب ما انت حب. اول حاجه هيكون معانا طاسه شديده الحراره على النار. حلو قوي، اتفقنا مع بعض. الشيف المغازي بيخش الاستوديو ويكون معاه حل على النار. الحله دي فيها يا عم الشيف، اوعى النار ما بتحرقش، مؤمن. حلو قوي، هو ده. انا عايزك تتعلمي كده. اتهزيت؟ ابدا. حصل اي مشكله؟ ابدا. المخرج خاف؟ لا ابدا. تعالوا مع بعض نحط البوكيه جارنيه بتاعنا على النار. جزر وكرفس وبصل وتوم، كل دول على النار، لازم يغلوا طبعا علشان ان احنا نبدا نستخدم الشوربه دي في عمايل الاكل بتاعنا. معانا السجق البلدي ده كده، اللهم صل على النبي، بالشكل ده كده اهو. حلو قوي، ناخد دي نشيلها بره. بسم الله الرحمن الرحيم. والطاسه معايا كده، ونمسك السجق ده التقطيع الحلوه، الفلفل الحار، فطيرة السجق بالخضار، السجق البلدي بالشكل ده كده. سكينتك لازم تكون حامية، طالما هنعمله فطيرة هنخليه سليم زي ما هو كده عشان تبقى شخصيته باينة في قلب الفطيرة. ولازم تختار الجزار اللي بتتعاملي معاه، يعني الجزار ده من الحاجات اللي بتبقى فيه علاقة ود بينه وبين الأسرة. يقول لك والله أنا بجيب لحمتي من فلان، وبتبقى بقى خلاص، يعني لو غيرنا الجزار حتة اللحمة بتتغير في البيت. هنبدأ إن احنا نحط شوية زيت صغيرين مع البصلية الناعمة بتاعتي بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي، نارك شديدة يا شيف، أوعى. العب، ما يهزك يا ريح. مكعب زبدة، الله، هو ده. نولع النار دي كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. مهم جدا وانت واقفه في المطبخ يبقى عندك قواعد السلامه وقواعد الامان. يعني ايه يا مغازي؟ يعني انت عارفه بتعملي ايه. حصل اي دروب معاكي، انبوبه البوتاجازات خلصت وانت شغاله، وارد ان يحصل مشكله مثلا شويه زيت طلعوا من الطاسه جم على عين البوتاجاز او على النار بتاعه البوتاجاز، تبقى عندك دايما فوطه فيها ميه او تبقى يعني عليها ميه وبتحطيها في قلب الطاسه. الحاجات دي بعرفها كلها، بيحصل معاكي ممكن المشاكل ديت. الفلفل ده يتقطع بالشكل ده كده، ونشيل دول من هنا عشان مخرجنا الجميل. شوف السجق على طول بالصدمه الناريه خد اللون ازاي. هو ده، هو ده يا عم الشيف. والفلفل بتاعنا الجميل الحلو، اللهم صل على النبي. لازم السجق يستوي قبل كل حاجة. الفلفل الأصفر ده من الحاجات اللي بتدي لون حلو، الأولاد بيحبوا الفطيرة بالشكل ده كده. لما تيجي تعملي فطيرة لازم طبعا التوبنج أو الحشوة، سواء لحمة مفرومة سواء سجق، لازم بعد ما تسويها بتسيبيها تهدى شوية عشان ما ينفعش إن احنا نلفها في الفطيرة بتاعتنا وهي سخنة، سواء بتلف سبرينج رولز او بتعملي فطاير بالشكل ده كده. السجق هنا بقى بالخضار، معانا شويه فاصوليا خضراء بنحطهم. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ كل ده مع بعضه. اتغير ملامح السجق، التوابل هنا بتبقى توابل لطيفه عشان الخضار شخصيته تبان. رايك في الالوان الحلوه دي يا شفيق؟ انت بتحب الالوان دي؟ معانا من السائل بتاعنا والبوكيه الجرنيه بتاعنا. العب، اللهم صل على النبي.
هو ده. خلص الكلام، نقلب دول كده مع بعض ونسيبهم يغلوا كده على ما نشوف ايه موضوع الفطيره هنعملها بايه. هو ده، اللهم صل على النبي. زي الفل، تمام. هنشيل الحاجات دي من هنا ونبدا ناخد العجينه بتاعتنا اللي احنا مجهزينها مسبقا. عايز اقول لك على حاجه، لما تيجي تعملي المعجنات بالذات تنجح معاك ازاي. عمليه التخمير سر من اسرار نجاح المعجنات، سواء بتعملي بيتزا، سواء بتعملي اي معجنات انت عايزها. عمليه التخمير تتم ازاي؟ احنا في جو الشتاء نجيب مسام العجينه، فرسان التلفزيون المصري. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ مسام العجينه باينه على الشاشه. حلو قوي. ولكن عايز انصح حضرتك طبعا، احنا مع بعض برنامج أكلة أمي، كان معانا دكاترة التغذية، وصفحة أكلة أمي موجود طبعا، كنا مستضيفين دكاترة معانا بيتكلموا عن علاج الأنيميا بالتغذية. ولكن نصيحتي لحضرتك، بما أن أنا دارس تغذية، بما أن أنا عندي الخبرة عن الأكل الصحي، ركزي على عندنا ربنا سبحانه وتعالى يا ست الكل، واضح أن احنا يعني عندنا الخير ده، بصل وتوم، ده بيعلي المناعة، حاجة طبيعية من الأرض، كل حاجة بتطلع من الأرض يا ست الكل بتعلي المناعة. بصل اخضر، التوب، عندك السبانخ لطيفه غنيه بالحديد، البنجر، عندك كمان مهم جدا البطاطس، الكربوهيدرات اللي موجوده فيها والنشويات اللي موجوده فيها. السن معلش، يبقى احنا نبتعد عن الدهون والحاجات اللي فيها دهون او حاجات اللي فيها سمنه. ده القلقاس مفيد جدا بيعالج الانيميا، السمسم وزيت السمسم بيعالج الانيميا، كل ده دي نصيحتي لحضرتك. ولكن ده ما يمنعش طبعا، بما ان هي موجوده مع حضرتك، انك تتابعي دكتور. معانا الخضار على النار بيستوي زي الفل. العجينه بتاعتنا هنقسمها نصين، ناخد النص الاول بنفرده والنص الثاني بنحتفظ بيه علشان نحطه على وش الفطيره. حلو قوي. شويه دقيق حلوين كده. عجننا العجينه، ما ينفعش انك انت تعجنيها تاني الا انك تفرديها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. ولازم طبعا أرضية الفطيرة تكون سميكة شوية. حلو قوي، اللهم صل على النبي. كده المرحلة الأولى، بناخد الفطيرة بتاع الصينية الحلوة دي كده، بنتهنها شوية سمنة صغيرين، صينية يعني على قد السجق اللي أنت جايباه، شفت كده؟ صينية حسب عدد افراد الاسره، لان احنا هنقدم الفطيره بتاعتنا في نفس الصينيه، او ممكن بعد ما تبرد ان احنا نشيلها. بتشيل العجينه دي من هنا كده ونحط الصينيه في النص ونحطها بالشكل ده كده. الله. ونبدا ان احنا نريح العجينه في قلب الصينيه، ده الطبيعي، ولازم العجينه تاخد راحتها في قلب الصينيه بالشكل ده كده. بنشيل الأطراف الزيادة من العجينة. العجين اللي بيطلع ده ما يترميش من فضلك، أنا ضد التبذير، هنستخدمه تاني. ما استخدمتوش النهاردة تستخدميه بكرة، وأعلمك إزاي تشيلي تاني يوم. أصبح كده العجينة هي زي الفل، بشيل ده كده. حلو، ونخليها على جنب. المكونات بتاعت الفطيره بتاعتي زي الفل جاهزه، بقلبها بالشكل ده كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ فطيره السجق توابلك ايه؟ بسيطه، لان السجق هنا مبهر. طب نحط شويه فلفل صغيرين، شويه الملح، تمام. حلو، عندنا البابريكا الحلوه، وحاجه جديده طلعنا من جو السجق سندوتش، وان احنا نعمله طاجن. زي الفل، بشيل الخليط الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. مهم جدا ما يكونش فيه سوائل في الفطيره بتاعتنا. تعالي على فين، على فين هنا، على فين. اللهم صل على النبي. حاجة جديدة يا شيف مغازي والله.
احنا على طول ماما تعمل لنا السجق ده طاجن. ده انت دخلت يعني كده السفره بتاعتنا مش محتاجه غير طبق سلطه خضراء. لسه ما خلصتش لان في تركايه هنا مهمه جدا، خلوا بالكم التركايه دي لازم نشهدها مع بعض كده ونشوفها. اه السائل اللي نزل معايا بخليه على جنب كده، وهسه من الوقت باخد الطاسه دي معايا معلقتين من النشا بمضرب صغير لطيف قوي، ومعلقه صغيره هنا معانا. اه ادي واحد اتنين، شويه ميه برد عادي، ما انا عايز الصوص ده كده بس خلاص. بدعم الصوص ده بالفلفله الحلوه، ركز معايا بقى عشان الموضوع ده مهم اهو. انت لو عملتيها كده هتبقى طبعا مش زي اي حد، فالطريقه دي زي ما انا شغال كده. معايا زيتون اخضر بنزل بيه هنا، الله عليك يا شيف. معايا شويه بقدونس حلوين بنزل بهم هنا، ده الجديد. وناخد النشا اللي دوبناه ده كده نسقطهم هنا، الله على والديك. ونقلب الخليط ده كله مع بعضه. ايه الروقان ده؟ ايه الجمال ده؟ شفت القوام ده؟ شفت الشقاوه دي؟ اه غلوه على النار يديني قوام. اه لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك ما تستعجلش عليا. اه شفت القوام ده؟ هو ده هو ده هو ده اللي هيخلي الفطيره مختلفه. اه اه جيب لحظه الولاده للابداع المهني، لحظه الولاده للابداع المهني. حلو السلوجان ده، لحظه الولاده للابداع المهني. ما اعرفش الكلام ده بيجي لي منين بصراحه. اه يا دلعك يا شيف، ايه ده؟ الشيف موسوعه، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ هو ده مش سجق وخلاص، لا ده في خبره هنا. هناخد ده كله مع بعض بنوزعه بالتساوي. لسه ما خلصتش، هو ده فطيره اتحولت لحاجه تانية خالص. اه لما تبص للفطيره وتفاصيلها تحس ان فيها خبره طهويه. لسه ما خلصتش، معانا جبنه. يا ويلي جبنه الرومي مع الموضوع ده حكايه. هو ده هو ده هو ده. نعم يا غالي، ممكن عايزها بالفراخ نفس الطريقه. اه بيقول لي لو مش بالسجق اعمل ايه؟ ممكن تعملها بالفراخ. ناخد بقيه العجينه واحده واحده كده، احنا مش عايزين نخلص غير لما نشوف البتاع دي ازاي هتخلص في الاخر. بقيه العجينه كده بفرتها بشويه دقيق. اللهم صل على النبي. قلنا الشيبه الحلوه معايا، اخلي دي هنا اتفرج عليها عينيا اهي، والف لك كده اللفه الحلوه دي كده. اامر اامر يا حبيب والديك اهي. تعالوا مع بعض كده، حلو قوي. افرديها على قد الصينيه، حلو قوي تمام. ونريح العجينه. اللهم صل على النبي. الطبيعي اهو ناخد الزوايد منها نفس الطريقه، والعجين ده ما يترميش يا اختي، العجين ده ما يترميش يا خالتي يا ست الكل. ونشيلها كده من قلب العجين، وناخد العجين ده نخليه على جنب. اللهم صل على النبي. ونقفل العجينه كده بالراحه. معانا من البيض بيضه، شويه حليب. فطيره زي ما قال الكتاب، مفيش كتاب قالها، في خبره طهويه ابتكرتها. اه هنعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما هي كده معانا بيضه، حلو، شويه حليب، ونشوف هنعمل ايه دلوقتي. الله الله عليك، عليها شويه حليب. طالما بتستخدمي البيض والحليب في الفطاير بتحطي شويه فلفل اسود، ده الطبيعي، وتقلبيهم بالشوكه. ليه فلفل اسود يا شيف؟ عشان زفاره البيض. ممكن تحط عليها سمسم، ممكن تحط عليها حبه بركه. عايزك تشتغلي في المطبخ كده وانت واثقه من نفسك وعارفه النتيجه ايه،
وترسمي الصورة الحلوة وانت بتشتري عينية، وترسمي الصورة الحلوة وانت بتشتري الماتيريال. مزيكا حلو قوي. توزيعة حلوة كده اهي. درجة حرارة الفرن عندنا 180. يلا يا عم الشيف على فين دي بقى؟ صلي على الحبيب كده قلبك يطيب. درجة حرارة الفرن عندي 180، هندخلها الفرن. ممكن تحط عليها حبة البركة أو سبس. مكانها فين دي يا مخرجنا الجميل؟ بالله عليك. الله عليك شاطر. حاضر ماشي. طب بنحط نعمل الصح ونقول أنت عملت الصح يا كبير. حبيب والديك يا رب. الصينية دي، الصينية دي يا اخوانا يا حبايبي يا متابعينا لازم تتحط في أرضية الفرن. الله على والديك. اه سيبها زي ما هي كده نص الطايم. تقريبا 10 دقايق في اللوكيشن ده في أرضية الفرن، وال10 دقايق التانيين بتتحط على شبكة الفرن من فوق. اه اقفل يا سمس. ما تبص على الفرن معانا مخرجنا الجميل. تدفع كام وتشوف صورة حلوة؟ أنت كل يوم بتورينا صورة حلوة. مخرجنا تدفع كام؟ بالله عليك مش بتتكلم بالخبرة الطهوية؟ شفت الفطيرة؟ تصدق ان اللي جوه الفطيرة ده سجق؟ الا لما تفتحها وتصلي على الحبيب. العب. طيب امان اقفل الفرن. لا انا هطلعها للامانة عشان عايز الفرن، محتاج الفرن. خليها هنا قدامي عينيا. طلعها من الفرن. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه حلو قوي. لسه ما خلصتش، نكمل البطاطس ولا نطلع فاصل؟ زي ما انتوا حابين يا شباب. حاضر خلونا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير مع صوره حلوه. الله يخليك يا شفيق. اوعوا تروحوا بعيد تابعوني. We'll be right back.